انت كتونسي احب دولة عربية القلب. هي سوريا بتباع. سوريا بتباع. سوريا اولا شعب يمتاز بالذكاء وبرفعة الاخلاق. انا مشيت برشا مرات لسوريا ثم هو البلد اللي قاعد يمزق فيه العالم كله، متآمر عليه العالم كله، وشعب آخر ما كانش يتحمل العشر والواحد في المئة من اللي صاير على سوريا، فهمني؟ بحيث نعتبر أن سوريا هي معناتها أحسن بلد في إذا كان تسميه العالم العربي. بنسير تونس طبعا. تونس بعد تونس متصورش اللي فما مفاضلة بينتهم الدول العربية؟ فماش مفاضلة بين دول الوطن العربي. أنت بس الدولة اللي بعد تونس هكا تحبها أقرب لقلبك؟ ممكن نمشيو بالجغرافيا، ممكن الجزائر لأنها أقرب لنا في عديد المجالات. الجزائر. في فلسطين من الدول اللي تحب؟ فلسطين نعتبر أنه فلسطين أكثر من مجرد دولة عربية. فلسطين قضية في النهاية، والقضية من مش نفاضوا بينها وبين دولة. فلسطين قبل كل شيء، هي الأولى. فلسطين هي الأولى قبل حتى تونس بظروفها الحالية. هي فلسطين على تونس مش مسألة مفاضلة، لكن فلسطين قضية من واجبنا كعرب أنه تكون في واجهة اهتماماتنا وفي صدارة شنو نقولك في صدارة شنو؟ اللي فما لحمة بيننا وبين الدول العربية، بين الشعوب العربية، فما لحمة اليوم، فما انسجام، فما تناغم. هو يمكن أنه نتناول المسألة من زوز زوايا. الزاوية الأولى هي ما تنتجه الأنظمة العربية من خيارات، ومن خيارات في النهاية تؤدي إلى التفرقة. لكن في مستوى الشعوب ما نتصورش فما حتى مجال للشك في قربهم وفي وحدتهم وتلاحمهم. إن فسح لهم المجال. طبعا نحب مصر. مصر؟ اي عليك مصر. ريت مصر اش عملت. مصر تخدم في التنمية متاع البلاد وتعمل في منشآت عمومية. انت تحب مصر خاطرها تخدم في بلادها وتخدم في شعبها لهذا السبب يعني؟ للسبب هذا مصر استعمل هي تقدم بخدمات لشعبها. نحن عادنا مثلا 10 سنين بالإسلام، استخدمت تونس في الإسلام ما خدمت شيء. ريت بعد مرسي اللهم ورسسمه دائم تاع الإسلام ما خدم شيء. السيسي كي جاء عمل الاتجاهات خاصة لبناء بعد مصر تكون الدولة العربية اللي تحب. نحب الإمارات ونحب السعودية ونحب البحرين. ثم وحدة اليوم بين البلدان العربية، الصراعات ما بين الدول العربية اللي موجودة توا ما تخلينا ما عادش نفكروا حتى في الوحدة. السعودية تذبح في اليمن، المغرب والجزائر على باب حرب، فهمني؟ على الصحراء الغربية. مصر والدول مطبعة مع إسرائيل مع بحيث حكاية الوحدة ولا حتى ما عادش حلم يعني. حتى الإنسان ولا كي يحلم شيء هذايا مشي، هو إنسان مش واقعي. فهمني؟ قضيتنا حقيقية نسيناها، القضية الفلسطينية الله يرحمه، ولو هو في عند العرب مكروه بينما هو ما ضرش العرب. الله يرحمه الإمام الخميني، سألوه وقت اللي رجع من فرنسا، كان في المنفى في فرنسا، سألوه قالوا له فلسطين مش تحاربوا عليها ولا؟ قال لهم لا. قالوا له علاش؟ قال لهم فلسطين عندها رجالها يحاربوا عليها، احنا مش نحاربوا على القدس. وهذا ما تم، هذا ما كل شيء، بحيث العرب حكاية القدس هي قميص عثمان اللي قاعدين يتاجروا به. أو أنت تاخذ قيس سعيد من رئيس نحن، فهمني؟ جاء فلسطين وتحرير وكل شيء. فهمني؟ وكل شيء زعما هو واقعي مش يحرر فلسطين. فهمني؟ ما ظهر لي معناتها امور كلها نتاع امور دعايه. بن علي نفسه كان يجيب ياسر عرفات ويعمل هنا حتى في الافنيو من احتفال نتاع فلسطين، ما كانش صادقين، ما همش صادقين في تحرير فلسطين.
وانا نفسي عشت مع بعض الفلسطينيين اللي يتمنى ان الفلسطينيين ما تحرش لانه قاعد يتنعش من القضيه نتاع بلاد. يعني اليوم فما فلسطينيين يعني ما يحبوش بلادهم تتحرر؟ فما. كيفاش يتمعشوا منهم؟ يتمعشوا منهم تلقاه مثلا لهنا في تونس وياخذ شهريه من عند الفتح ولا من عند السلطه ولا من عند كذا، هو شيخ يقول لك ويقول لك معناتها اذا كان تتحرر فلسطين هو اش مش يربح، هو اش مش يربح، امتيازات امتيازات. بالرغم ان الشعب الفلسطيني شعب بطل وشعب معناتها يسميه كما قال عرفات الله يرحمه شعب الجبارين، اما ثم جديه في الحرب. انت خذ الفيتنام، الفيتنام كي حبوا ولا الجزائر كي حبوا يحرروا بلادهم فهمني، ما استناوش اعتراف الدول ومساند الدول وكذا فهمني، دخلوا في حرب. فيتنام خرجت امريكا بالكلاشينكوف، الجزائر خرجت فرنسا مليون ونص شهيد فهمني. اي شنو ثم اذا كان انت سيف السلاح تلقي السلاح نتاعك فهمني، تلقي السلاح نتاعك وما تحاربش على بلادي، كيفاش تحبهم يعطيوك؟ باش تخرج اسرائيل مغادي زعما كونتر بوا، ما ثماش الكونتر بوا، الوحيدين اللي قاعدين يحاربوا في اسرائيل تو هم الايرانيين، الباقي كل العريبه الكل فهمني يذبحوا، هي الوحيده اللي قاعده تحارب في اسرائيل. قاعده تحارب في اسرائيل ايران؟ بالطبيعة بالطبيعة، ايران وحزب الله هم الوحيدين اللي جادين في محاربه اسرائيل، الباقي كله تبلفيت. كانت سوريا صحيح، لكن سوريا اليوم واضحه ما عادش خولها تحارب اسرائيل ولا غير فهمني، في مؤامره كبيره على سوريا فهمني. شوف 83 دوله متحملين في دوله من عالم ثالث.